ما تأخرت؟ لا ما تأخرت. معناتها نحن بكرنا بالأكل. صحتين وهنا. عود عود. مو لي غسل بالأول؟ طبعا رح غسل. عود حبيبي عود. شو ما اجى أبي من الشغل؟ اتصل وقال عنده طلبية، ما رح يقدر يجي على الغداء. بسيطة. شلون جامعة شو؟ مثل ما بتعرفها. وإن شاء الله ناوي تنجح هالسنة كمان. ما أحلى وما ينجح، كل شي مأمن له. عم ينقصك شي أشرف؟ لا أبدا، ما عم ينقصني شي خالي، الله يخلي لي إياكي. اشتهيتك شي مرة تقول لي يا أمي. أمي؟ يا أمي؟ أمي؟ عم بتنادي لي يا أمي؟ الله يطعمك مرة تانية تنادي لي يا أمي، فهمت؟